بعد أسبوع من معركة طوفان الأقصى السابع من تشرين الأول أكتوبر، كانت هذه الخطوة الكبيرة جدا من المقاومة الفلسطينية في غزة التي كبدت خسائر كبرى للجيش الإسرائيلي وجعلته إلى حد ما كما يقال نمر من ورق أو وهم من غبار. الأهم من كل ذلك حاليا بعد 7 أيام نحن أمام معركة كسر عظم في غزة. الاحتلال يمعن في الإجرام ليكون محصلة أو عدد الشهداء في الساعة الواحدة أكثر من 20 شهيدا حتى الآن، ولكن ماذا في المحصلة العامة؟ تمكن الاحتلال عبر بث الادعاءات والفبركة والتضليل، وساعده في ذلك جو بايدن من البيت الأبيض أن يقول أن الفلسطينيين قتلوا أبرياء وأطفال واغتصبوا نساء، وكل ذلك كان ادعاء ليعود البيت الأبيض ويصحح ويقول أننا لم نشاهد تلك الصور التي تحدث عنها نتنياهو. إذن تمكن الاحتلال من تأمين غطاء سياسي لما يفعله في غزة من جرائم. في المحصلة ماذا بعد ذلك؟ نحن أمام معركة كسر عظم فعلا، ولكن المقاومة حتى الآن تستطيع أن تطلق الصواريخ، لا بل أن تطلق صواريخ بعيدة المدى من جنوب فلسطين إلى شمال فلسطين حتى وصلت إلى صفد، وبإمكانها أن ترسل المسيرات وبذلك أن تباغت العدو في غلاف غزة. الكل يتحدث الآن حول المعركة البرية، ربما اتخذ القرار بالمعركة البرية بمساعدة أمريكية وبإرسال فرق وأسلحة وبالمدمرة الأمريكية التي أرسلوها التي تساعد لوجستيا وبالتشويش وبالاختبار وكل ذلك، ولكن هناك معوقات كثيرة، أو بالأحرى هناك 3 معوقات أو شروط لهذه المعركة البرية إن بدأها الاحتلال. أول شرط أنه لحتى الآن بعد 7 أيام لم يستطع تمشيط غلاف غزة كليا ليستطيع أن يقول ليس هناك مقاومين فلسطينيين موجودين في غلاف غزة. هو يخشى أن يكون هناك خلايا نائمة لا زالت موجودة في غلاف غزة وتستطيع الالتفاف عليه إن كنت تقدم بريا. النقطة الثانية وهي الممرات الإنسانية، هو لن يتمكن من الدخول إلى غزة من دون التأمين الممرات الإنسانية للفلسطينيين وتأمين دخول بعض الاحتياجات الإغاثية والإنسانية إلى غزة. أما الشرط الثالث وهو الأهم أنه الاحتلال ومعه الأمريكي أيضا حتى الآن لم يستطع تحديد أماكن الأسرى، والأهم من كل ذلك أنه لم يستطع تحديد بنك أهداف جديد ميداني للمقاومة، وبالتالي أي دخول بري إلى غزة سيكون مقبرة للغزاة كما تقول المقاومة، وكل الأنظار ستكون موجهة إلى أن هذه الخطة الإسرائيلية التي وضعها أيزنكوت عام 2015 تقول أنه يجب أن وضع حزام ناري كبير جدا على الساحل غزة تماما من شماله إلى جنوبه، وتأمين حزام ناري وتدمير شامل لشمال غزة والتقدم من شمال غزة وأيضا من شرقها عبر تقطيع أوصال غزة. هنا نحن أمام في المعركة البرية نحن أمام سيناريو ربما يحصل، وهو بعد تقطيع الأوصال يتمكن الاحتلال من السيطرة على بقعة جغرافية بسكانها في غزة، ومن ثم يذهب إلى المفاوضات أن يفاوض على أرض جغرافية مع سكان للإفراج عن أسراه، ولكن هذا السيناريو أيضا يبدو مستبعد حاليا بعد ما رأيناه من اشتباكات عنيفة على الحدود مع غزة. نحن أمام ساعات عصيبة جدا، الاحتلال يحاول كسر غزة، وإن كسرت غزة هناك سيناريو آخر أن يكون هناك جبهات أخرى تفتح ليس فقط ناريا أو مشاغلة، أن يكون هناك إشعال لبعض الجبهات. نحن شاهدنا أيضا ما حدث في الضفة الغربية من عمليات بطولية حصلت في جنين وفي نابلس وفي الخليل، أي من شمال الضفة إلى جنوبها، ما ساعد أن يقول الاحتلال أن الفلسطيني الموحد إن كان في غزة وفي الضفة وفي 48 حتى في الشتات، لأن العملية التي حصلت في جنوب لبنان نفذها أيضا فلسطينيون. نحن أمام ساعات وأيام حاسمة جدا وقاسية جدا على الفلسطيني، ولكن المعنويات عالية، والأهم أن الفلسطيني يقول أنه لا يريد التهجير وأنه سيقاوم لو حتى قتل ولو حتى تدمرت بيوته. ونحن أمام ملحمة فلسطينية كبيرة جدا جدا جدا، سيكون ما بعدها ليس كما قبلها. نحن كفلسطينيين الآن لم نعد نتحدث فقط عن غزة، نحن القيادة الفلسطينية تقول أيضا المشكلة أنكم لم تعطونا شيء خلال السنوات الماضية،
أقموا الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وكل الأمور تنتهي ولا حاجة أيضا بعد ذلك للاشتباكات أو للمعارك. ما يمكن قوله باختصار شديد أن المعركة مستمرة وربما تذهب إلى شهرين بالحد الأدنى. هذه المعركة تحتاج إلى صبر ونفس طويل ومعنويات عالية مستمرة. تحياتي.